رفض من الحكم يرجع له خطأ فعلا. حكم لازم طلع شوية البلوك شوية فقط لأننا تراجع أكثر بما قربا من ياسين أبو. هذا ما يفعل الآن المنتخب المغربي. هنا مقطوعة بالرأس مرة أخرى توصل على جهة اليمنى سليم ملاح. خطأ يا ملاح اعمل فوق تكتيكي يا ملاح ياسين خرج الكرة عندك يا سمي. الأجواء تسجد القلب. Thank you.
صافي هنا غادي نقول لكم السلام عليكم الى فيديو جاي ان شاء الله. المهم ربح المغرب 3-2-1 وتاهلنا. يلا السلام عليكم الى فيديو جاي ان شاء الله غادي نوريكم الاجواء ديال الطريق.